بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان الجائز وغير الجائز في مشاهدة التلفاز. مشاهدة التلفزيون وما يقدم فيه من أعمال مختلفة تختلف بحسب ما يبث من خلاله. فإذا كان المضمون ينسجم وله تأثير إيجابي على المجتمع ويخلو من المقاطع التي تخدش الحياة والأدب والأخلاق، فهو حتما محلل. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. أستاذنا الفاضل، كيف تستشعر المسؤولية في اختيار قناة معينة في بيت شباب بغداد؟ يعني احنا عندنا شاشات عرضنا في بيت شباب بغداد، شلون أنا اختار قناة معينة وشلون استشعر هاي المسؤولية في اختيار القناة المعينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الشاشات العرض هي شاشات مهمة جدا في اعطاء رسالة للجمهور الجالس امامه، وخصوصا شاشات العرض اللي هي في الاماكن العامة. معظم الاحيان تصير القضية باتجاه ميلان ورغبة الجمهور اللي هو جالس. فكثير من الاحيان احنا نعرض القضايا الرياضية باعتبار انه معظم شاشات العرض في الاماكن العامة الزبائن والحضور يطلب مشاهدة المباريات المهمة. هذه المباريات المهمة أشبه بالأمور اللي هي ملحة عرضها في الشاشات العامة. أما في الأوقات الأخرى التي لا يتوفر بها في لعبات مهمة ولعبات يعني مصيرية وتكون يعني الأمور يعني طبيعية، فإحنا نأخذ بصيغة عامة الذوق العام اللي هو من أهم الأهداف اللي مرجوة تحقيقها بالنشر. فبالتالي نختار البرامج، الفيديوهات، القنوات التي لا يوجد فيها خدش للذوق العام. لطيف. هذا خدش الذوق العام والإساءة إلى الحضور قبل الإساءة إلى المكان الذي يعرض فيه. فبالتالي أنت من أي. فبالتالي عرض الأمور المبتذلة في الشاشة في الأماكن العامة هي إساءة للحضور. بالتالي الحضور نوع متنوع، يعني عدة أشخاص لهم أذواق ولهم أمور مختلفة. حتى المشجعين على الابتذال لا يرغبون أن يكون الابتذال بهذا الطريقة. الشاشات العامة تعرض أمور فيها ابتذال، يعني الابتذال في العرض في الشاشات العامة هو أعلى مستويات القبح اللي ممكن يصل لها الفرد. فبالتالي أنت في الشاشة العامة أمام الجمهور العام يحتاج أن تراعي الذوق العام، أعراف المجتمع، تقاليد المجتمع. يعني حتى من يسعى إلى الابتذال هم لا يرضى. أي حتى من يسعى للابتذال يعني يخجل. جميل. من نشر الأمور بصورة عامة. جميل. حتى وإن كان ليس من واعزه الداخلي، لكن من الحضور وردة فعل الحضور بلي. فبالتالي تفرض عليه أن يساير هذا الحضور، ويفرض عليه أن يأخذ برأي الذوق العام. جميل. أي الرأي العام والذوق العام مهم في اختيار البرامج بلي. فبالتالي هذا جزء، والجزء الثاني هو رسالة وقيم ومبادئ المؤسسة اللي تحتوي هذه الشاشات، اللي تملك هذه الشاشات. بالتالي بعض الأحيان مؤسسات هي تسعى بنشر رسالة مخفية سيئة، وبعض الأحيان هناك مؤسسات تسعى نشر رسالة إيجابية تجاه المجتمع إلى بناء جيل المجتمع. فبالتالي أيضا المؤسسة اللي تملك هذه الشاشات العامة هي أيضا لديها رسالة تحب أن تصل إلى الجمهور أو الرأي العام. زين. وهذا لازم أن يؤخذ في عين الاعتبار. زين. معظم اللي يملكون الشاشات العامة اللي هي في المقاهي والمطاعم أو شاشات الإعلان ما عندهم
يعني فد برمجة ذهنية أو فد إدلولوجية فكرية في العرض أو رؤية بلي. أي بلي. العرض يكون الغرض منه كسب المال. أي كسب المال عرض عام، يعني ما يأدلج القضية بشكل عام، المهم يشوق الناس للحضور، بالتالي أنه المردود المالي حاضر. فقط هذا الموضوع هو اللي يسيطر على قضية العرض، أما قليل جدا من الأشخاص اللي هم لديهم اللي عنده رسالة شاشات عرض في أماكن عامة، في مقاهم أو مطعمهم أو في نادي أو كذا، يحمي رسالة بهذا الموضوع. أنت برأيك شنو حكم مشاهدة الأخبار؟ والله حسب نوع اللي اطلعنا عليه بالفقه، يعني حكم الأخبار جائز من وجهة نظري. يعني الأخبار هي جاي تتداول بين دول ودول، جاي تتداول بين ثقافات وثقافات، تنقل لك الصورة للمجتمع اللي ما جاي يعرف الأحداث والشغلات التطورات اللي جاي يصير حاليا في المجتمع. فهاي الوسيلة جاي تنقل كل المعلومات بين وسائل المجتمع. يعني هسه أنت برأيك من حيث المبنى الفقهي أنه جائز أو مباح متابعة الأخبار من وجهة نظري؟ صحيح. زين، صحيح فعلا أن الأخبار جائز متابعتها ومحرم مشاهدتها، لكن أكو قضية مهمة في متابعة الأخبار. ينبغي استماع الأخبار، شنو؟ اعتدال استماع الأخبار، واضح؟ ينبغي اعتدال أو الاعتدال في استماع الأخبار. شنو المشكلة؟ البعض يبالغ في استماع الأخبار مبالغة، يسمع الخبر أكثر من مرة، يسمع من أكثر من مصدر ومن جهات شتى، ويستمع إلى محللين. هاي المبالغة في استماع الأخبار مرفوضة ومذمومة شرعا. ليش؟ تولد عند اختلافات بالرؤى، هموم وقهر و و و و وليس الحياة كلها فقط متابعة أخبار، واضح؟ ينبغي شنو؟ الاعتدال في استماع الأخبار. هذا عندنا مرفوض ومذموم، قباله أكو شخصيات لا علاقة لها في الأخبار، ما تتابع أخبار، لا تشوف أخبار ولا تدير التلفزيون على الأخبار، هذا مذموم لو مو مذموم؟ أيضا مذموم. ليش؟ لأنه لابد الاهتمام بشؤون الأمة، مو؟ من بات في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس بمسلم، مو مسلم. اللي ما يتابع شؤون الأمة لا في مشاكلها ولا في أخبارها، هذا هم نحسب على المسلمين. فبالتالي احنا مطلوب من عندنا، مطلوب شرعا، الوسطية في الاستماع إلى الأخبار، لا المبالغة مثل الأول ولا عدم المتابعة إطلاقا مثل الطرف الثاني، الفريق الثاني أو الفئة الثانية، واضح؟ فشرعا ينبغي الاعتدال في استماع الأخبار، مو؟ اليوم حلقتنا عن شاشات العرض ومشاهدة التلفاز. برأيكم مشاهدة المصارعة الحرة، برأيك شنو حكمها شرعا؟ حلال حرام؟ والله إذا أريد أحكم بالحكم الشرعي ما أقدر، بس إذا أريد أقول لك مثلا، هل المصارعة برأيك هل هي تصلح للمشاهدة؟ بالنسبة إحنا كأعرافنا وكشي صعبة جدا. إذا تريد أنت مثل برنامج عائلي فهي ليست برنامج عائلي. ممتاز. إن أردت يعني مثل للمشاهدة الشخصية ففيها هو مشاهد غير لائقة لك كشخص، بالنسبة إن كانت سيدات أو رجال، فصعبة جدا. يعني لربما إحنا كنا بصغرنا نشاهد، لكن في من كبرنا يعني أشوف أنا صعبة جدا إنك تشاهد هكذا. شرعا طبعا هي بحد ذاتها المشاهدة مو حرام، حد ذاتها أن يشاهد مصارعة كذا ما أكو فدليل حتى نقول عليها حد ذاته. نعم. لكن انتبه إلى لكن، إذا أدت مشاهدة المصارعة الحرة إلى إفساد أخلاق المتابع، نعم، شون تفسد أخلاقه؟ بزرع روح العدوانية. نعم. لأن هذا كله مصارعة وكذا، إذا زرعت عنده روح العدوانية أو شوقته جعلت عنده حب الاعتداء على الآخرين، هذا هنا هم جائز مشاهدته، هم جائز مشاهدته، مو؟ نعم.
هم جائز؟ لا طبعا. لا طبعا. نعم. فلابد من الاجتناب عنها شوكت. اذا ادت الى افساد الاخلاق سرعه تروح عدوانيه. نعم. شوقت الناس على الاعتداء على الاخرين، وايد يقوم تعجبهم خصوصا الاطفال. نعم. يعجبهم يصارعون فيما بيناتهم، بالتالي واحد تاذى صارت حاله عدوانيه وصار اعتداء، ربما تتطور الى مشاكل اعمق. فبالتالي اذا ادت الى ذلك لابد من الاجتناب عنها. كيف اليوم احنا ضمن اجواء كاس العالم، كيف تحافظ على التوازن في التشجيع؟ تدرون انه المبالغه او التشجيع المذموم قد يكون حينما يبالغ الانسان الى تشجيع فريق محدد، كيف تحافظ على التوازن بين المشجعين؟ تعرف هاي عملية تحافظ على التوازن هي عملية صعبة حقيقة. بالتالي تفاعل المشاعر بالتشجيع غير مسيطر عليها، وأنت لا تعرف المكنونات بداخل كل فرد يدخل للتشجيع. لكن بصورة عامة مستوى الوعي لدى الشباب ارتفع إلى درجة شكرا لله. جلوس المتضادان في مكان واحد وتشجيع كل منهما جهة معينة ما يسبب خلاف او توتر بينهم. هذا يعني شخص يصرخ ويفرح وهذا شخص منزعج، لكن لا يتسبب احتكاك فيما بينهما. والحمد لله هذه الثقافه انتشرت، وبيت الشباب معظم روادهم من الطبقه المتحضره. فهذه الطبقه المتحضره اللي احنا منذ تاسيس بيت الشباب سعينا ان تكون هو الكم النوعي الموجود في بيت الشباب ينعكس حتى في هذه الامور في التشجيع وغير الامور. زين، كيف تتعامل لو لا قدر الله حدثت مشكلة بين الجالسين؟ شلون تتعاملون وياها؟ بالتالي احنا بيت شباب ندخل كجهة تحاول ان تنهي هذا الخلاف من باب الامر بالمعروف، تلطف الاجواء ما بين الاطراف وتنهي هذا الخلاف. حلقتنا اليوم عن مشاهدة التلفاز وشاشات العرض. نعم. برأيكم مشاهدة العاب الخفة حلال لو حرام؟ اليوم احنا المجتمع العراقي البعض ابتعد، قام بعد ما يعرف انه يميز بين الحلال والحرام، قام يمشي احنا بالمصطلح العشار نسميه السنين، طالما هذا الشيء صار دارج اذا انه صار من اولويات المجتمع. هسه هدفنا بالبرنامج ان نعلم حلال وحرام. نعم، احنا نسال الله ان يوفقنا ان شاء الله. احنا موضوع الحلال والحرام هذا اليوم الشاب العراقي ابتعد عنه لكون انه بعض الخلافات اللي صارت موجوده، وان شاء الله هو قريب بعدنا عندنا حلال وحرام. بس طبعا احنا طالما متمسكين اليوم، هواية من الشباب متمسكين بالدين ومتمسكين بالمراجع ومتمسكين باصحاب المنابر، فهذا زين يكون مع الحلال والحرام. طلع برنامج مال العاب تسليه، هذا حلال اتابعه لو حرام؟ شو تقول؟ يعني انا اقول انه هو الحرام مو الابتعاد عن الدنيا. زين احنا هذا هسه مورد. نعم. احنا نسال عنه او نسالك عنه. اي نعم. شو تقول؟ انا برايي انه طالما ما بي فشي يغضب رب العالمين وما بي شيء يسيء للمجتمع، زين برايي انا ما جاي اصدر هذا الشيء. بلي طالما انه ما يبعدني عن الدين ولا يبعدني عن رب العالمين، فهذا انه انا اشوف انه ما بي اذيه للاخرين، فانا اشوف انه ما بي اي حرمه. ممتاز. نعم. طبعا الحرام عندنا شنو هو؟ تعلم وتعليم السحر. نعم. او الشعبذه. نعم. الشعبذه اللي هي نوع من انواع السحر، هذا حرام لو حلال؟ لا هذا حرام. نعم. نتعلمه وشنو؟ ونعلمه. طبعا. اما العاب الخفه اللي هي تعتمد على حركه اليد وخفه الحركه وسرعه. نعم. الحركه. نعم. اللي هي مو من انواع السحر، ما عندنا اشكال بمشاهدته. نعم. بالتالي هي قد تكون لموارد التسليه وهي ما معتمده على سحر. نعم. خفه وسرعه جاهز تابع. نعم. برأيكم أثناء مشاهدة مسلسل معروض، مسلسل تلفزيوني، هل يصح الاستغفار أو ذكر الله؟ واحد يذكر مسلسل طبعا محلل ما به أشياء خادشة للحياة وكذا، هو مو كل المسلسلات حرام، مو مسلسل اجتماعي برسالة مثلا قاعد باوع، يصير مثلا واحد أثناء المسلسل يستغفر أو يذكر الله؟ يعني حسب وجهة نظري يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى بكل المحافل ممتاز. ذكر الله حسن على كل حال. فبالتالي
أثناء مشاهدة التلفزيون أو غير ذلك، طبعاً تكون مشاهدة محللة، لا بأس أن الإنسان يذكر أي ذكر لله، استغفار أو أي ذكر لله سبحانه وتعالى. المرأة أيام العدة، عدة الوفاة، فقدت الزوج باعتبار أكو عقد شرعي بينهما، لابد عليها الحداد على الزوج. تشغيل التلفاز شنو حكمه، أو متابعة التلفاز للمعتدة بعدة وفاة، شنو رأيك؟ يعني هذه القضية من وجهة نظري حاليا أنه المرأة المطلقة عندها 3 أشهر وعشرة أيام بوفاة الزوج، بوفاة الزوج 4 أشهر وعشرة أيام، عدة وفاة، عدة وفاة هي طبعا المطلقة 3 قرون، ثلاثة قرون وعشرة أيام، ثلاثة قرون برؤية الدم ثالثا بعد تنتهي عدتها. هنا أنا يعني حسب مفهوم الفقهي عن الموضوع هذا أنه عدة المرأة يعني تلتزم على أنه تبتعد عن الزينة، ممتاز، وتبتعد عن الكلام الكثير، وتبتعد عن المخالطة، يعني قدر المستطاع تكون هي في إحنا حيطة. موضوعنا اليوم شاشات تلفزيون. أي نعم. زين، يصير تشغل تلفزيون وهي عندها عدة وفاة؟ يعني من وجهة نظري أنه هو جائز، لكن يكون بخصوصية معينة، أنه إنه تأخذ الشيء اللي يفيدها حاليا. ممتاز. هي ممتاز، لازم ممتاز. أيام عدتها لازم يكون لها فدافع معين أو فدشي يكون يخرج عن الحالة النفسية اللي هي مرت. ممتاز فيها. يعني بحد ذاته مو حرام. حرام صحيح. اليوم كل اختصاص حتما عنده رسالة، ما هي رسالتكم في شاشات العرض؟ احنا في شاشات العرض كأماكن عامة رسالتنا هو التنمية الإيجابية فقط. زين. احنا في بيت شباب بغداد. في بيت شباب بغداد. في بيت شباب بغداد اليوم لا نعرض برامج دينية أو برامج كذا، لكن لا نعرض ابتذال، وهذا كافي أنه أنت لطيف. تعطي رسالة إيجابية للمجتمع. جيد. إحنا في شاشات بيت شباب بغداد لا، ليس لدينا أمور غنائية للعرض، ليس لدينا جيد. أمور يعني جميل. خادشة للحياة العام في العرض، مختصرة أعمالنا على البرامج الوثائقية اللي بيها ذوق عام عالي، لعبات كرة القدم، الفيديوهات التي احنا ننشرها في الشاشة العامة اللي بيها ترويج عن المطعم او عن قضية معينة فقط، يختصر هذا الموضوع، والبرامج اللي بيها تأثير ايجابي على المجتمع فقط. اذا توفير بيئة تنسجم مع اغلب الحضور. اكيد احنا نحاول نراعي البرامج اللي هي ما عليه خلاف وجدال داخل أذواق الحضور. المردود المالي اللي ذكرته قد لا يكون الحافز الأساس في رسالتكم ضمن شاشات العرض. كيف لمن لا يتوفر لديه المال ويرجو متابعة شاشات العرض؟ احنا في بيت شباب بغداد ما راعي الأمور المالية بشكل عام. نعم. يعني غاية تأسيس بيت شباب بغداد هي خدمية أكثر من ما هي مالية، فبالتالي الأولويات بالأهداف عند بيت شباب بغداد هو الصناعة الإيجابية للسلوك، وبالتالي هو مجمع تعاوني. نعم. أي مجمع تعاوني لا يهدف إلى الربح بقدر الخدمة، ولهذا تجد مثلا في قضية الدومنة إحنا لدينا 100 طاولة في المساحة المفتوحة في الجسر البغدادي في بيت شباب بغداد، هذه في بعض الأحيان تملأ بنسبة 50% 60%، إحنا مجرد وضع الدومنة ممكن تملأ 100% في جميع الأوقات، إلا إحنا نبتعد عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع فيه شكراً لله. أي فيه هذا الموضوع شرعي. أي موضوع شرعي وموضوع ذوقي أيضا في التنمية. شنو فرقنا عن باقي المقاهي والمطاعم إذا احنا خلينا دومنا وسببنا بالفوضى وسببنا بالكذا؟ فهذا مهم جدا الموضوع عندنا، إن هو التنمية الإيجابية. يعني دومنا ما عدنا، طاولة ما عدنا، ورق ما عدنا، بليارد ما عدنا، برياد أغاني، احنا نحاول نجعله مكان تنموي لجميع أذواق الجميع، يعني الجميع بأذواقهم قادرين على الجلوس فيه بدون الشعور بالأذى أو الشعور بالانزعاج. تدرون إحنا في أجواء كأس العالم،
برأيك متابعة مباراة وضع أحد الفرق شارة للشواذ والعياذ بالله؟ زين، هاي اللعبة حكم متابعة هيش لعبة، حلال لو حرام برأيك؟ يعني هي بها تنقسم الى اكثر من قسم الصراحه. زين، اي زين، بس احنا نريد قسم واحد. نريد قسم واحد. اي هي بمشاهدتها يعني انا اعتقد حلال. ممتاز. اي بس هاي حد ذاته هذا من اي من يعني اجتهاد من عندي هذا الشيء. زين. شرعا ما اعرف حلال او حرام. زين. بس ممكن يعني اذا ننظر لهاي نظره وضع الاشاره او غيرها يعني يمكن نقدر ناخذ الموضوع بتفاهه ونتفهه يعني حتى ما نعطي ذاك القيمه وذاك الموضوع. فاعتقد يعني الموضوع حتى وان روجوا لهيك الموضوع او لبس الشارع ما راح ياثر فينا احنا او ما راح ياثر بفكر حتى مو الانسان المسلم. متعه مباريات كاس العالم ومتابعه هذا الحدث العالمي له لذه محلله طبعا ضمن الاطر الشرعيه والاخلاقيه، يعني بعد ان ينهي التزام العمل والتزام العبادة وشنو المحظور في ذلك، مو كيف ترى من يحرم أو يشدد على عدم متابعة مباريات كأس العالم؟ أنا أصور حالياً الدعوات إلى حرمة مشاهدة كأس العالم أو كرة القدم انخفضت بشكل كبير. شكراً. انخفضت بشكل كبير جداً. بالتالي أنت حتى احنا عندنا في الجانب الشرعي والاستفتاء الشرعي الاخذ بعين الحداثه المجتمعيه والتطور المجتمعي والكذا مهم جدا. تالي اليوم قاعد نرى الدعوات بحرمه مشاهده هذه الامور انخفضت بشكل كبير، وحاليا الاستجابه لها انخفض اكثر حتى وان كانت هناك دعوات بحرمه مشاهده كره القدم أو حرمة مشاهدة الأشياء. أرى الأشخاص اللي هم مقلدين هذه الجهة أو أتباع هذه الجهة ما يستجابون. ماشي. يجيبون هالشيء. تجدهم هم يعني حالهم حال البقية في الاستجابة لهذه الأمور. البعض يسأل وايد تدري أكو ناس عندها وازع ديني وكذا واهتمام. لا قدر الله في باكورة حياته ربما يشاهد مواقع محرمة وإباحية يريد يقلع عن هاي القضية. ما قتها منزعج من هاي تدينا باعتبار إلها أضرار على حياته. صحيح. شلون هذا الشاب اللي يريد يقلع عن هاي القضية يترك هاي القضية شلون يتمكن برأيك؟ أجابك بجواب يعني كلمة واحدة بالصلاة. الصلاة. لأن هاي يعني بالحالتين من ينظر إذا من جانب ديني فهي صلاة. من جانب ثاني كنظافة شخص أو جسدية إنه هذا لازم الإنسان يفكر إنه هو لازم طهارته 24 ساعة. بس أنا أقتصر لك إياها بكوني أنا شاب ويعني متواجد مع الشباب، الصلاة هي يعني تقطع نهائياً للموضوع هذا. برأيكم أفلام محرمة والعياذ بالله مشاهدتها شنو كفارة مشاهدة الأفلام المحرمة؟ مو عندنا مثلا يوم افطرت متعمدا مثلا في نهار شهر رمضان عليك كفاره كذا. نعم. وللموضوع الكذائي عليك كفاره كذا. فبالطالما الحديث عن شاشات العرض وكذا، سؤال يتبادر للذهن كفاره متابعه الافلام المحرمه. انا ما اعرف ايش تقصد بالمحرمه يعني مثلا افلام مو بس خلينا نحكي بصوره عامه. احنا مثلا اي خطا يعني جاي نواجهه بحياتنا يعني نخطا فيه دائما مباشره نبدا انا اي شخص ندفع كفاره يعني ايش كثر هاي الكفاره؟ المبلغ البسيط اللي تقدر له، لربما انت مقدرتك 1000، مقدرتك 5، مقدرتك 10، اي شخص هذا يعني مو بشكلك يعني هاي صدقه لو تسميها كفاره انت يعني تخلصك من الذنب اللي سويته انت، لربما على مود شويه تقنع قلبك او ضميرك انك تخلصت من هذا الذنب، لكن يبقى هو عند الله سبحانه. تدرون اول قضيه ان يكون هو هذا الانسان صاحب اراده وعزيمه على الاقلاع. طبعاً. كل ما كانت ارادته قويه كل ما شنو يبتعد عن هاي قضيه اولى. القضيه الثانيه ان يكون عنده رادع وهو دائما يستذكر الخوف منه تعالى. صحيح. يتذكر العقاب في الآخرة ويتذكر الأضرار في الدنيا.
يسنى بالتوفيق في الدنيا، هدر للوقت، اضرار الى اخره. فطالما هو يتذكر اكو رادع عنده هو الخوف منه تعالى والاضرار يا اخي زين. قضيه اخرى شنو المطلوب ايضا؟ مطلوب انه من هذا الانسان ان يستذكر دائما شنو هو اللي يستذكره؟ ان يغلق بوابه الشيطان. مثلا ان لا يجلس وحده. صحيح، جلوسه وحده يجلس مع العائله، يتابع تلفاز، يباوع مواقع التواصل وهو مع العائله، بالتالي شو يسوي؟ يسد هذا الباب او النقص صح الى الشيطان. صحيح. والقضيه الاهم اللي ذكرتوها الاهتمام بقراءه القران والصلاه، فالصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وتبعد من هذه القضايا. الحمد لله. بالتالي يصير عنده حصانه من رب العالمين سبحان الله. احسنت. هل يمكن الحديث عن مواقفكم الانسانيه من باب التشجيع على الطاعه؟ احنا مواقفنا الانسانيه تنحصر عده، يعني تنحصر في عده اشياء. اولا احنا المكان كبيت شباب بغداد امكانياته الفنيه واللوجستيه وارعيها في خدمه المؤسسات التطوعيه والمؤسسات الخيريه. ليس فقط في الجانب التطوع الخيري، حتى في الجانب التنموي. يعني مثلا تاتينا منظمه تريد ايجار قاعه، عندنا قاعات تدريب او قاعات مؤتمرات او قاعات ندوات. هذا مجانا؟ اي لا، هي بايجار رمزي. نقول لهم نشوف البرنامج اللي تعرضه، اذا البرنامج كان برنامج عام ما بي جنبه ماليه ماخذين يعني مبالغ رسوم اشتراك من الاخرين وبي هدف عام نعطيهم اياه مجانا. لطيف. بعض الاحيان حتى نتحمل الضيافه مالتهم. شكرا. اي هذه الامور لك. اي شيء في جانب عام وفي خدمه للمجتمع نحن نتعاون معه. ايضا بيت شباب بشكل مستمر هو يقيم فت حملات يعني مساعده، يعني في رمضان احنا بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يعني البنك المركزي العراقي تحمل نصف واحنا تحملنا نصف، استطعنا ان نجعل سفره لمده ازيد من 10 ايام يوميا 2000 يتيم نطعمه في بيت شباب بغداد. شكرا لله. الحمد لله، يعني برنامجنا مستمر وبهذا الموضوع. برايكم تشغيل حكم تشغيل التلفاز في ايام وفيات ائمه اهل البيت عليهم السلام، احنا مطلوب من عندنا شرعا؟ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فبالتالي احزن لحزنهم وافرح لفرحهم باعتبار حتى يصدق علينا شنو؟ اتباع لاهل البيت عليهم السلام. برايك مشاهده التلفاز وقت وفيات ائمه اهل البيت، مثلا اليوم خلي يكون وفاه امام معصوم صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، فشنو رايك حكم متابعه التلفزيون ايام وفيات اهل البيت؟ يعني هنا نوعا ما برايي انه مكروه، لكن نبتعد عن قنوات التسليه وقنوات قنوات اللهو واللعب. يا حبذا اكو اكثر من برامج قرانيه، اكثر من لطيف. برامج لطيف. اكثر من برامج يعني توصل لك صوره اليوم اللي انت صاير يصير به الحدث، مثل استشهاد الائمه او استشهاد واحد من المعصومين. ممتاز. لذلك يعني نحث على رؤى البرنامج الديني بهذا، مو الحكم احنا نقول حرام، هذا من رايي. بلي 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 مو من بلي الحكم جيد نقول جيد. حرام مشاهده التلفاز في هذا الوقت، لكن يا حبذا لو تختصر على الامور الدينيه جيد. اسوه باهل البيت، اسوه بالمصاب بهذا اليوم. جيد. يعني المشاهده بحد ذاتها للتلفزيون ايام وفيات اهل البيت مو حرام. مو حرام، بس ينبغي ان لا نوقع، يعني ما نشغل اشياء ايام وفيات وحزن ائمه اهل البيت ما لا يوقعه الانسان في ايام حزنه. يعني من يفقد حبيب اله شنو الاجواء اللي يسويها؟ يفضل ان يسويها في ائمه اهل البيت عليهم السلام، والابتعاد عما لا ينسجم مع المصيبه. ممتاز، جوابكم صحيح. مو باعتبار انه اليوم اكو فضائيات اسلاميه، ممكن برامج دينيه على وفاه ذاك الامام صاحب الذكرى مثلا، مو ممكن قران كريم، ممكن هوايه امور. بالتالي حرمه عدم المشاهده مطلقا ما موجوده، مو حرام، مو ممكن يشغله، بس لا يوقع ما لا يوقعه في ايام حزنه، الافضل ذلك.
مشاهدة التلفاز هو مو محرم شرعا، لكن المحظور والمذموم هو فرط المشاهدة. ما الآثار العملية لفرط المشاهدة والمتابعة؟ في فرط المشاهدة عدة جوانب سلبية، أهمها ما يتعلق بالوقت وترتيب الأولويات. هذا هدر الوقت خوه يصير واضح. في ترتيب الأولويات أكو نظرية نسميها إحنا ABC في التنمية البشرية، يقول أكو عدة جوانب، شيء اسمه هام وعاجل اللي هو بالمرتبة الأولى، بالمرتبة الثانية عاجل وغير هام، بالمرتبة الثالثة هام وغير عاجل، بالمرتبة الرابعة لا هام ولا عاجل، واللي هي نصيح لها إحنا في التنمية البشرية خانة الضياع. نعتبر قضية الإفراط في مشاهدة الشاشات العامة أو التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي يشبه بالخانة الرابعة اللي هي تأخذ من عندك الوقت الكبير وتنهي وقتك، بحيث أنت تشعر بعد مشاهدتك كم كبير من الوقت تطلع أنت بنتيجة صفر، ما محقق قد إنجاز في حياتك ولا في يومك ولا في شهرك، فبالتالي نصيح لها خانة الضياع. أنت قضيت وقتك في خانة هي لا مهمة ولا عاجلة، فهذا الوقت قضية الإفراط في المشاهدة مذموم أكيد، وعدم المشاهدة بصورة عامة أيضا مذموم. يعني بالتالي أنت عملية التجهل بما يحدث يصير عندك، لأن تجهل بما يحدث عندك. يعني سألت ربط جمعت بين الأمرين اللي هو فرط المشاهدة اللي هو مذموم، وعدم المشاهدة إطلاقا مذموم آخر. مذموم لابد أنت تكون مطلع ومدرك لما يحدث، بالتالي ربما حضرت جوال هو مو يدري. صحيح، ربما عطلة رسمية هو ما يدري، لأنه كثير اليوم نسمع من عندهم يقولان تلفزيونهم ما عندي، بالتالي يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي اللي قد يكون في الغالب العام أخبار بعيدة عن الواقع وبعيدة عن الصحة، زي غير تحري الأخبار الاطلاع على بعض المو. أكيد، كما ترى أنت شيخنا سيدنا عفواً، أنه حالياً مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة نقل الأخبار الأولى حالياً في أوساط المجتمع. يعني أصبحت حتى شاشات التلفاز، حتى القنوات الإخبارية اللي هي قنوات معتمدة تعتمد على مواقعها في مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار العاجلة. أي، فبالتالي أنت لابد أنه هذه مواقع التواصل الاجتماعي تكون مطلع عليها هنا وتتواصل، لكن بدون إفراط وبدون أخذ وقت كبير جداً يلهيك عن الحياة. إحنا ما عندنا مال أنه ما لنا علاقة، بالتالي إحنا طالما إحنا مو طرفي للنزاع ما لنا علاقة، ما عندنا هذا الشيء. في ثقافتنا المجتمعية إحنا إذا عارك بالشارع ندخل بالنص، شكراً. أي، فكيف إذا أنت في مكانك يصير خلاف ويصير كذا، شكراً. فهذا طبيعة المجتمع العراقي، هو مبادر في كل الأحوال، فبالتالي إحنا في المكان اللي أنت تعمل به يحدث خلاف ليس فقط هو قضية مبادرة، بل هي قضية وجوب التدخل، بالتالي موضوع يتعلق في عملك حتى وإن كان لا قدر الله تحرش أو هذا نتعامل معه في شدة. يعني إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا راعي الذوق العام، والأمانة تحدث عندنا هذه الأشياء بشكل مستمر. إحنا ليس التحرش وإنما الابتذال ما بين الطرفين الجالسان، أي فبالتالي نحن نقف بشدة باتجاه هذا، حتى البعض يسبب لنا مشاكل إنه أنا قاعد في مكان عام وليس لكم الحق التدخل في حريتي الخاصة، فنبلغهم المكان العام فيه تعليمات وقوانين وضوابط تنسجم سياسته. أي فجلوسك بهذه الطريقة ما تنسجم مع هذه ضوابطنا، ممكن أنت تذهب إلى مكان آخر تنسجم بأشياءك هذه، فبالتالي نحن بشدة نحرص على أن نجعل المكان تنموي لا يهبط إلى مستوى الابتذال في هذه الأمور. تدرون أكو حقوق نشر في بعض القنوات المشفرة، بالتالي يمنعون نقل
الا انه كارت او كذا هذه القنوات المشفره شنو حكم اللي ينقلها بالتهكير يعني مثلا ويشاهدها برايك شنو احنا بالجو بالجو هي كحكم شرعا انت ماكو شيء تحصله يعني ناس دافع عليها وتعبانه وانتاج وتصوير وانت تجي تشاهده مجانا هذا الشيء كحكم تلقائيا هو حرام بس احنا صراحه بهذا وقتنا انه اغلب الناس التجأت لهي الامور من ناحيه المشاهده وحتى من ناحيه تطبيقات الابلكيشنات الحاسبه والبرامج اغلب هاي العالم التجأت الى طريقه المهكره واول شيء فكر به هو شلون يقدر يحصل هاي الوسيله باقل تكلفه ببلاش هسه حلال هي هاي لو حرام حكما هي حرام انت ما اقدر انا هسه اليوم بهذا المجهود واقدر وعارضه للبيع ويجي شخص ثاني مثل يحصله بطريقه غير شرعيه اكيد حرام برايكم اليوم كمختص تنميه بشريه كيف يمكن تقليل ساعات الجلوس على شاشات التلفاز اللي هو باعتبار موضوعنا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للكبار وبالاخص لصغار السن يعني شلون اقدر اليوم اكو ادمان عند البعض بالتالي لا يمكن ضبط الوقت وياخذ منه التصفح او متابعه بعض المواضيع على التلفاز على شاشات العرض لمده 5 ساعات الى 6 ساعات وما يقدر يسحب نفسه شلون يمكن مجموعه من النقاط يقدر يوظفها للخلاص من هذه هي هذه مسؤولية تراتبية ما بين جميع الجهات تبدأ من الفرد كأدنى جهة مسؤولة عن هذا الموضوع وصولاً إلى أعلى جهة هي الدولة الفرد ثم الأسرة ثم الأصدقاء ثم المجتمع ثم الدولة فبالتالي هذا الشخص إذا هو يعاني من حالة فراغ عامة كيف يلهي الفراغ مالته؟ يقيناً سيلهي الفراغ مالته في قضايا مواقع التواصل الاجتماعي يعني كان على الجهات المسؤولة توفير إما عمل أو وسائل تسلية يقينا بديلة. هي مو قضية عمل فقط يعني هذا الشخص اللي ما يملك عمل ها مو معنى بعضهم يملك عمل أيضا وعنده فترة فراغ طويلة أكو وسائل أخرى وسائل تنموية مجتمعية نادي رياضي نادي ثقافي نادي اجتماعي الأسرة الأسرة أيضا هي تخلق فكرة أكيد يقينا أي. إحنا عندنا في التنمية البشرية شيء اسمه عجلة الحياة. عجلة. أي يقول هاي عجلة الحياة تكون دائرية بشكل مستقيم يعني بشكل يعني ما في يعني طسات إحنا نصيح لها أو تعرجات لما تكون توازناتك بالاهتمامات متساوية. جميل. يعني مواقع جميل. التواصل الاجتماعي توازن مهم يعني يعني جنبة مهمة. عندك جنبة أخرى الجانب العلمي والمعرفي جنبة أخرى جميل. الجانب الرياضي والصحي جنبة أخرى الجانب الديني والروحي جميل. جنبة أخرى الجانب الاجتماعي والأسري فذن الجانب الوجداني أي كلهم جانب العمل الجانب المهني فذن كلهن علينا أن نخلق توازنات في التعامل معهم عندنا قانون وضعي كن نحترم هذا القانون الوضعي لألا تكون فوضى فإذا أكو قانون يمنع حرام وإذا لا يوجد قانون يمنع من مشاهدة هكذا قنوات مشفرة فلا إشكال في المشاهدة إذن إذا بالمستقبل راح يستحدث هيك قانون شيء يحرم يصير حرام لأن أنا عندي فكرة إنه هذه الفترة وخاصة هاي فترة كأس العالم إنه أكو يعني شركة أو وزارة الاتصالات بالتحديد يعني طرحت هيك موضوع إنه أكو أبراج تبث هاي القنوات أو غيرها انه راح هذا الموضوع راح يحاسب قانونيا فاعتقد انه هذا الموضوع اذا يستحدث بلي اذا صار قانون بعد حرام للمؤمن انه يتابع ذني الا من خلال شراء كرتات خصوصا احنا في بلدنا ماكو هذا القانون ربما في بلدنا ماكو اغلب دول العالم بلدان اخرى موجود صحيح فيكون يحترم القانون البلد اللي بيه هذا القانون يكون يحترمه وما يخالف سيد انا بس انوه على شغله مو احنا شنو اللي يجبر العالم حتى توصل لهذا الموضوع بقية دول العالم أحسنت الحاجة المادية بقية دول العالم ينطوك مثل هاي الباقة بس بأسعار جدا بسيطة احنا عندنا بالعراق هنا وللأسف شوية الأسعار تكلفتها عالية فالعالم تتجه للطريقة يجرؤهم على الحرام القرصنة وغيرها البعض لا يحسن الصلاة بالدقة ما يحسن الصلاة بالدقة
بالتالي يستسهل الصلاة مع التلفاز. إذا نقلوا صلاة جماعة يصلي مع التلفزيون. صحيحة صلاته؟ أنا بنظري لا. زين. بس أنا ما أعرف يعني. نظرك ليش لا؟ لأن هو ذولاك يفضل بالصلاة الجماعة أن الشخص يكون متراصف ما بين. يشترط وليس يفضل. يشترط الاتصال. قلت لك أنا هاي اللي نعرفهن إحنا يعني أنا ما مثل أسولف لك مثل بالدين أو شيء. إذا تريد تصلي صلاة جماعة لازم أنت تكون بنص مجموعة. صحيح. يعني مو مثل أنت شاهد بالتلفزيون. تعال اصلي والله وياهم هم لربما قبلتهم هي صايره وانت هي قبلتك هسه اذا وقفت وياهم على القبله سويه لكن الاتصال ما موجود بالتالي تصلي مع التلفزيون جماعه مو صحيح ممكن طريقه تصلي وياهم بنيه الفراده نعم بنيه الفراده بس تقرا وياهم تتابع وياهم هذا ربما البعض عندهم حاله من الوسواس ينسى كثر يا ركعة هو فبالتالي يستسهل هاي القضية لا بأس لا ربما صح مو؟ نعم زين رواية عن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه العالم حبا له عبادة برأيك مشمول التلفزيون لو ما مشمول ها؟ مشمول التلفزيون لو لا بمعنى يعني قصدك إذا العالم يطلع بالتلفزيون ممتاز هسه احنا عندنا حديث لو خلينا نحن والحديث نعم. الحديث يقول لك النظر الى النظر في وجه العالم حبا له عباده مو صحيح يعني هسه انت من تشوفه عباده لو مو عباده صح. حسب روايه النبي صلى الله عليه واله احنا هسه احنا مثلا نشاهد التلفزيون نفضل شخصيات معينه احنا هسه من نتباوعه بالتلفزيون يشمل هذا الحديث لو بس الحديث بالمباشر تعتقد شخصيه يشمله ممتاز أول قضية إطلاق الرواية، الرواية مطلقة لو مقيدة؟ ربما مطلقة؟ مطلقة، نعم. فلذا النظر في وجه العلماء حباً لهم عبادة، فطالما الرواية مطلقة الإطلاق يقتضي شنو؟ يقتضي في التلفزيون أو في الصورة المباشرة، إذا نظرت للعالم طبعاً أكو قيد، شنو هو القيد؟ حباً له، لأنه الإنسان من تحبه تسمع من عنده لو ما تسمع؟ طبعاً أسمع حبا له اذا حاب راح تسمع له والعالم اذا كان عالم صالح ويصدق عليه عنوان العالم حتما حديثه شنو حتما حديثه في فائده ويدخل للقلب ممتاز ويفيدك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله فضلا عن الاخره فبالتالي من فادك في الدنيا وفي الاخره هاي عباده لو مو عباده عباده ان شاء الله فلذا احنا باعتبار اليوم شاشات عرض وشاشات تلفزيون النظر الى وجه العلماء وإن كان في شاشة التلفاز حباً لهم يصدق عليه عبادة لو لا يصدق يصدق عليه عبادة زين برأيكم المرأة تحتاج إلى إذن لمتابعة أو مراسلة برامج تلفزيونية إلى إذن الزوج هم أرجع أجاوب نفس الإجابة حتى لا تكون إجابة دبلوماسية إنه إذا كانت هاي البرامج التلفزيونية مسي للعائلة العراقية زين فما راح يكون تحتاج اذن لو ما تحتاج هي المراه تحتاج اذن زوجها في كل شيء زين مو في كل شيء لكن بمنظوري زين سمحت السيد انا قلت لك انا مو عالم دين ولا زين. رجل بلي دين بلي. ولا انتم احنا انتم اهل العلم زين لكن انه برايي انه الزوجه لازم تنصاع لكل اوامر زوجها ولازم ترجع له من الالف الى الياء زين الزوجه المطيعه زين واللي خارجه من بيت خرج منه الدين طبعا هاي من الناحيه الاخلاقيه من الناحيه الادبيه من الناحيه الاخلاقيه عليها ان تستاذنه بس فقهيا انه مو واجب ان تستاذنه الا ان اقتضى هاي مو قاعد راسل ان تصرف باموال الزوج صح من تصرف بامواله تحتاج اذن لو ما تحتاج طبعا تحتاج اكيد هل نفكر في شراء مسلسلات او مواد مفيده لخدمه المتابعين يعني أنا بيني وبين الله أفكر شون أن أشتري مسلسل فيه هدف وفيه رسالة عندنا هيك أفكار أو تطبيق على الميدان على الواقع يعني أنت إذا تأخذ شيء فيلم قصير تعد أنت أو تشتريه ممكن هذا نستطيع إقامته رسالة. أي رسالة أما كمسلسل أو كذا تعرف يعني في الشاشات العامة الزبون الذي يحضر
بشكل غير منتظم، مو غير يعني اليوم بعد شهر بعد اسبوع بعد كذا، ما ممكن ان نربطه باجزاء من عرض فيديوي مرئي بشكل منتظم. اي فبالتالي احنا اشياء قصيره، اي اشياء بسيطه نعرضها احنا. يعني عندنا فكره فيلم قصير في رساله وفي هدف نقدمه للشباب نعرضه، اما احنا نسوي او نشتري من جهه موجوده عندنا. اكيد. وفي الختام، ما تبثه الفضائيات اليوم مواد مختلفة، منها الجيد ومنها الرديء، بالتالي على المكلف نفسه حتما اختيار مضمون جيد وهو أمين وحريص على نفسه في اختيار الجيد والابتعاد عن الرديء، فالإنسان على نفسه بصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.